شهدت مدينة عزاز اليوم عملية تصفية ميدانية بالرصاص الحي لشخصين متهمين بتنفيذ تفجير سوق عزاز الأخير الذي وقع خلال شهر رمضان الفائت، وتحديداً في 31 من شهر آذار الماضي، وتسبب حينها بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وسيدة، إضافة لعدة إصابات، وألحق أضراراً مادية كبيرة بالمحال التجارية. عملية التصفية للمتورطين قام بها مسلحون ملثمون دون تبني من قبل أي فصيل عسكري للعملية، والتي شهدها حشد من أهالي مدينة عزاز، وجرت بمكان وقوع التفجير. الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني السوري وبعد وقوع التفجير بأيام بثت اعترافات للشخصين المتهمين بتنفيذ التفجير الذي ضرب المدينة، حيث أكد المتهمون أو المتورطون تواصلهم بقصد، وطلبت منهم تنفيذ التفجيرات في أحد المناطق في الشمال السوري المحرر وفق اعترافاتهم بعد فشلهم في زرع العبوة قرب حادث ترندا بسبب الكاميرات التي تتواضع في المنطقة. قاموا بزرع العبوة في مدينة عزاز بسيارة لأحد المدنيين المارين في المدينة بالقرب من البريد، من ثم تم تتبعه إلى قرب السوق المسقوف وجرى تفجير السيارة في ذلك الوقت وسط مدينة عزاز. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز.